يا جماعة مش كده، احنا جايين علشان بالصلاة على النبي نخطب البنت للواد. قوم طلع لفند الأقرع ده يتنطط لي زي عفريت العلبة. الريالة ما تحترم نفسك، انت ما تعليش صوتك في بيتي. يعني هو بيت الأم يا خاي؟ ده بيت شبه الشريبة. أنا مده حقيقي ولا أنا بحلم؟ حقيقي. ايه؟ أنا ما انضربش في بيتي إلا من مراتي. أصيل يا برحان.